الضيف اللي بعت لكم اياها بالمتروبول لا تنسوا. يلا خليك معي بعد اذنك محمد، خلينا نخلص اخر صفحه. طيب لوغاريتم 3 بالاساس 2 ضرب لوغاريتم، عم بحكي عبد الله، 13 بالاساس 3 ضرب لوغاريتم 16 بالاساس 13. خليك معي، في عندي قاعده شو بتقول؟ 3 لوغاريتم 3 13 لوغاريتم 13 بضل عندي لوغاريتم 16 بالاساس 2 شهاد 4. التمرين اللي بعده، التمرين اللي بعده لعدد 27 بالاساس 3 زائد لوغاريتم، لانه على نفس الفكره، على فكره بدي اياك قبل ما تطلع تفهميها، ما لاحظت انه على نفس الفكره ما بيصير لك افكار جديده. انا عم ركز على نفس الفكره، بركب تفهمي قبل ما تروحي. لوغاريتم 27 بالاساس 3 ايش قد؟ 3. لانه بيسال حالي شو العدد اللي بحطه فوق 3 بيعطيني 27؟ 3. شوف هون، هذا 3 اس كم؟ اس ناقص 1 صح؟ وهذا 3 اس 2 يعني 2 على ناقص 1 او ناقص 2 تمام؟ ال 81 هي 3 بالاس ناقص 4، يعني شو راح يكون عندي هون؟ ناقص 4 على 1 على 1 3 اس 1 ناقص 81 هي 9 بالاس 2 صحيح؟ معناته هون صار عندي ناقص 2، كل هذول ناقص مع ناقص 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 5 المفروض زي دي الاخيره دي ليش؟ شوفي يا بنتي ده شوي ليش هون في عندي اكس انا ما وجدت اكس صح. يلا اللي بعده الثالث يا عبد الله، الثالث لوغاريتم الاكس زائد واي تساوي لوغاريتم الاكس زائد لوغاريتم الواي. مين هلا؟ دارين. دارين مين دارين؟ مو صح دارين صح الاسم ولا لا؟ صح الاسم. اول شيء لوغاريتم الاكس زائد واي هي يعني هون انا هاي بحول اللوغاريتم الاكس ضرب واي صح؟ بشيل اللوغاريتم مع اللوغاريتم شو بضل معي؟ اكس زائد واي شو بتساوي؟ اكس بدنا نعلم ناخذ العام المشترك صح؟ هو شو طالب مني؟ طالب مني والله انا ضوعت الصفحه هي اخر صفحه ايش؟ طالب مني قيمه اكس، فبدي اعزل اكس باخذ هاي لهون شو بصير معي؟ اكس ناقص اكس في واي شو بتساوي؟ ناقص واي. طالع اكس شو بضل معك هون؟ واحد ناقص واي ناقص واي، بمعنى اخر انه اكس هي واي على واي ناقص واحد، بمعنى اخر جواب هو اضنى او انقرة او عبد الباسط. السؤال الرابع لا بما اني عم درس انا فانا اعتبر استاذ خلاص يلا ما قلت لك ما لنا قبل هالمره انه الدكتور معناته مسبه شو حكينا بشو احنا الدكتور بالنسبه لنا مش متى ليش عم تسب يا معنا ما هو مسبه بس شوي حكيت لهم قصه الدكتور لا اجا مدري مين قال لي عبد الله اللي انت بتقول لنا انتوا يا دكاتره قلت له انا مش انا والله خليكم معي بعد اذنكم خلينا نتسلى خلص اوكي ال20 والله راح ليش اصلا تعبت لوغاريتم ال20 هي 2 ضرب ايش قد ضرب 10 يعني هي لوغاريتم 2 زائد لوغاريتم ال10 لوغاريتم 2 كم هو عاطيني اياها لوغاريتم ال10 بالاساس 10 ايش قد 1 يعني جواب زائد 1 هون لوغاريتم 2 بالاساس 3 شوف لوغاريتم 2 بالاساس 3 شو بحط هون قدامه 2 منيح في واحد هي 3 اس نص 3 اس 1 على 2 صح الواحد على 2 بيطلع لبرا بس بيطلع كمقام يعني بيطلع واحد على الفوق بيطلع عادي بس تحت بيطلع مقام هي هيك لوغاريتم اكس بالاساس على سبيل المثال 2 بالاس نص تمام هذا النص بده يطلع شو بده يصير؟ واحد على واحد على اثنين
لأنه هو مقام، هذا مقام، هذا البسط، هذا بسط وهذا مقام. معناته الواحد على اثنين بتنقلب شو بتصير؟ اثنين. ضرب أنا راح أكتب هون لوغاريتم السبعة بالأساس اثنين، بس شو راح أحط هون؟ اثنين. اثنين ضرب اثنين أربعة. الاثنين والاثنين هذول شو بصير فيهم؟ بضل معي لوغاريتم مش قد سبعة بالأساس ثلاثة. تعال نرجع على التمرين نفسه. من هي التسعة وأربعين؟ هي اثنين لوغاريتم سبعة بالأساس ثلاثة. معناته أنا مطالب، هو قايل إنه هي إكس، مطالب إنه يحسب اثنين لوغاريتم سبعة بالأساس ثلاثة، معناته بقسم على شقد؟ بقسم على اثنين، شو بيطلع معي الجواب؟ إكس على اثنين. السؤال السادس، فينا محي الله. السؤال السادس، لوغاريتم إكس بالأساس خمسة زائد لوغاريتم إكس بالأساس خمسة وعشرين زائد لوغاريتم اكس بالاساس 125 يساوي 11 على 2. راح نسال هون، نحن راح نسال، تفضلي. 25 دي 65 يعني اكتب هون لوغاريتم اكس بالاساس 5 زائد نص نص اكس على 5 و 3 3 دوت لوج اكس على ايوه. هلا بنطالع من هون عامل مشترك اللي هو لوج الاكس بالاساس، ضل معي واحد زائد واحد على اثنين زائد واحد على ثلاثة. لا عملتها كده، ما كتبت دول صحيح، معك حق، طالعت فورا عامل مشترك. هلا بدي واحد المقامات، فراح يطلع معي لوج اكس خمسة ضرب 11 على 6 شو بتساوي؟ 11 على 2. 11 و 11 بيروحوا، شو بيضل معي؟ بيضل معي 1 على 6 لوج، طبعا فيك ضرب 6 مباشره. ايوه. فلوج الاكس بالاساس 5 شو بتساوي؟ 3، معناته اكس ايش قد؟ 115. اخر قبل الاخير. لوج 2 تساوي تقريبا 0.3. يا جماعة اللي خلص كتب عشان أعطيك كتب جديدة، والله جد ما عم بمزح. يلا لوغاريتم الأربعين، مين هي الأربعين يا أسيد؟ هي أربعة ضرب عشرة. مين هو الأربعة؟ شلون بصير لوغاريتم الأربعة ضرب لوغاريتم العشرة؟ لوغاريتم الأربعة إذا بدي أحولها لاثنين معناتها هي لوغاريتم اثنين بالأساس اثنين، صح؟ خلاص انا راح اكتبها فورا. ايوه 2 لوغاريتم مش قد لوغاريتم 2 زائد هون زائد زائد لوغاريتم العشرة اللي بنحولهم كله 2 لوغاريتم 2 ايش قد يعني؟ لوغاريتم 2 كم؟ 0.3 0 1 زائد لوغاريتم العشرة 1 3 301 ضرب 2 602 وفي 1 602 صح. آخر تمرين جميل في هذه الصفحة الجميلة. حد عم يكتب؟ لا. يلا تحت الجزر. هذا مين حله الصبح؟ أربعة لوغاريتم. أربعة لوغاريتم. اثنين للتربيع. زائد. لوغاريتم واحد على ثمانية. هذا كل التمرين. مين بيجي الصبح يستنى؟ كنا دول كلهم مليانين. يلا مين بيعطيني اقتراح هون؟ شوف شو راح نعمل. الواحد على 8 هي 2 اس ناقص 3 صح؟ معناته هذا هيك بنكتب يا عبد الله. 4 للتربيع 16 لوغاريتم 2 للتربيع صح؟ شوفوا شو راح يصير معي. لوغاريتم الواحد على 8 هو ناقص 2 ناقص 3 لوغاريتم مش قد لوغاريتم 2 صح؟ لانه 8 هي 2 اس كم؟ اس ناقص 3 طلعت لفوق او انتقلت لبرا طلعت. طيب شو راح يصير معي هون؟ 9 لوغاريتم 2 للتربيع صح؟ بجمعهم خلص دوب بيشبهوا بعض بيطلع معي 25 لوج التربيع 2 تحت الجزر صحيح؟ شو الجزر 25؟ 5 لوج 2 للتربيع شو بيعطيني؟ لوج 2. لا دقيقة شوي عشان ما تخربطوا، هذا مو لوج 2 بالأساس 2، هذا لوج 2 بالأساس 10 للتربيع تمام؟ اللوك في فوق تربيع مشان تنتبهوا.
لوك تربيع بالاساس 2 اتفقنا ما معقول يكونوا حاطين لكم خمسه ضمن الخيارات؟ لا لا مو عارفين قلاقه وين رايحين؟ عندك لا قاعدين